اتصالات بنحاول ان احنا من خلال المعارض ان احنا نظهر احدث التكنولوجيا في مجالات مختلفه بتفيد المجتمع، فمن ضمنها طبعا مجال التعليم، وبنحاول ان احنا نطرح الحلول الجديده المستخدمه في الدول المتقدمه وكده بحيث ان هي تفيد المنظومه التعليميه في مصر. زي الجهاز اللي احنا شغالين عليه ده اسمه زي سبيس، ده بيوفر للطالب او ان اي هيئه ممكن هي تقدر تشتغل عليه، فيقدر ان هو زي ما انت شايف كده شغال بنظام ال 3 دايمنشن، ويقدر ان هو يخش يقدر يشرح يقدر يشرح بطريقه مختلفه، فبتسهل المعلومه ان هي توصل للطالب، او يقدر ان هو يعني يتعلم بطريقه مختلفه عن طريق التجربه فيستفيد بطريقه اكبر يعني. وفي نفس الوقت احنا عارضين في المعرض بتاعنا السنه دي الفصل ده نموذج مصغر من الفصول الالكترونيه اللي احنا شغالين عليها، وبنحاول ان احنا نطرحها في السوق المصري بحيث ان هي تقدر زي ما بنتكلم ان احنا المعلومه توصل بطريقه مختلفه عن الطريقه الاعتياديه اللي شغالين بيها في التعليم المصري، لا يقدر ان هو عن طريق التجربه ويقدر عن طريق ان هو يتعلم من خلال التابلتس ومن خلال السبورة الذكية، فيقدر المعلومة توصل للطالب وتسهل للمدرس طريقة توصيل المعلومة للطالب بطريقة أفضل يعني. ده نموذج مصغر لفصل موجود في المدرسة، بيقدر المدرس من خلاله ان هو يعمل عملية ربط ما بين كل الطلبة واللي موجود على السبورة الذكية، بحيث ان هو بيقدر يشرح لهم وكلهم بيبقوا شايفين نفس المدرس شايفه في نفس الوقت، وبرضه من خلال كده بيقدر ان هو يبعت لهم كلهم في توقيت واحد لو في مثلا محتاجين ان هم يبداوا يعملوا امتحان او يبقى فيه زي كويز او يبقى فيه الكلام ده كله، فبيقدر ان هو بس مجرد ان هو بيدوس على الزرار بيبعت لكل الطلبه اللي موجودين في نفس الوقت الماده اللي هم بيشتغلوا عليها، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يتحكم زي ما احنا شايفين في كل طالب داخل على ايه، ويقدر ان هو كل تابلت ده يخش على الكونتنت اللي احنا شغالين عليه في الفصل. في نفس الوقت الطالب بيقدر ان هو من خلال السوفت وير من خلال الاله ماس بيقدر من خلال البيت ان هو يقدر يخش يتابع مع المدرس لو محتاج ان هو يتابع معاه يحل اكسرسايزز، يقدر ان هو يخش يبراكتس يبعت اساينمنتس، فبيقدر ان هو من خلال السوفت وير ده ان هو يتفاعل مع الطلبه التانيين ومع المدرس ومع زملائه في اي وقت من الاوقات خلال اليوم. اتصالات تواصلت مع الجهات الحكوميه وزاره التربيه والتعليم في تطبيق المنظومه دي في مصر ولا لسه؟ احنا تعاملنا مع وزاره التربيه والتعليم وكنا شغالين معاهم بقالنا فتره طويله في مشروع المليون طالب، وبنحاول ان احنا نطبق الكلام ده بحيث ان هي تقدر نوصل لاعلى استفاده من الموضوع ده في المدارس. اتصالات بارتسبيت توداي ويز ذيس بروجكت ان كايرو اي سي تي. Can you explain this project to our audience? Yes, this is called Virtual Mall. It's a live product. We already live in commercial operation number of countries across the region. And what this virtual mall allows people to do is to conduct shopping transactions from the huge screen. So we combine physical world and a digital world in one very elegant user experience. So if you look at the screen, how it works, and we have those screens installed in a number of metro stations and bus stops already. We work in a partnership with a number of big retailers. So I'm a customer, I'm going to this virtual store and about to make a purchase. Experience exactly like in a normal physical store. I start the basket. This is exactly my trolley as I have when I'm going to Carrefour or any other grocery store. I look at some items which are available here in the store. So this, for example, this Lipton iced tea, I add it to the basket. I see what else is there interesting. Yeah, milk. I always forget to buy milk. I add milk. And this is the items which I decided to purchase. So I would like to complete the transaction. It's exactly like you're doing in the Amazon or Google world. Check out. It shows me the items which I select. I can stop and check any items which I'd like to. I ask to enter my phone number. And I'll explain to you why the phone number is extremely important. So now the system prompts me to go and insert my credit card. We use an Etisalat mobile cashier service.
I click accept, take my credit card, insert credit card exactly if I'm doing it at a normal store, a normal point of sale machine. This is a chip and pin card, so it's going to require me to enter pin. Sorry, it's a real card, real transaction. So transaction goes to authorization to the bank. Bank sees all this required, it's completed. I have an option. Remember when I enter my phone number, it pulls my record. So this is the address which I last time shopped. Nothing changed here. I would like my items to deliver at 6 o'clock. And as an instruction, I would like to leave them outside of my door. And this is it, transaction is completed. On my telephone, I just received SMS notification from elements of regulatory and business approvals, and as soon as it's done, it's going to be in Egypt. We're extremely committed to the Egyptian market. We believe that huge opportunities with the level of the intellectual level and educational level of people who live in this country and who enjoy this place, it's definitely going to be a fantastic solution, especially knowing how much time we all spend in the traffic in Cairo. This is going to address one of the biggest challenges. You order stuff and it's brought to you, and you don't need to stay for hours in the traffic.